كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق واداء كنا نتمنى. مظبوط، عشان احنا كده يعني من قصدي من قبل كده في الاستعدادات اللي فاتت كنا بنقول مش مجرد نتيجه، احنا كنا بنقعد في فتره نقول احنا عايزين بس نكسب، احنا بس عايزين نكسب. احنا انا يمكن مره قلت لك يا ايمن انه الاداء بيرتبط بالنتيجه او النتيجه بترتبط بالاداء. طول ما انت بتأدي بشكل كويس وعندك تصميم وعندك اصرار والاداء كويس النتيجه بتيجي، لكن مش هتفضل تبقى وحش 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 والنتيجه تستمر كويسه، صعب صعب جدا. فانت النهارده تجاوزت المرحله دي، عملت مباراه كبيره اداء، وربنا كمان كرمك باربع اهداف وكانت ممكن تزيد كده، والمباراه في اتجاه واحد. يعني فيوتشر النهارده لا حول لهم ولا قوه، يعني الشوط الثاني ها يعني تحسنوا نسبيا، ولكن برضو النادي الاهلي كان يقدر يجيب غير الرابع، كان يقدر يجيب اهداف ثاني. مفيش خطوره كبيره على مرمى محمد الشناوي. استعتقد اول الرابع كابتن مصطفى كنا يعني مدرسه يعني اتعمل كويس قوي. اولا توقع من مجدي قفشه لما تعيدها يا ريت ترجعها لنا من وهي في رجل سعد سمير من الاول، وهي في رجل سعد سمير لانه الموقف لا وهي في رجل أيوة. سعد ايوه توقع من مجدي في الباص، يعني قطع ضغط من السوليه وتوقع كويس من مجدي، ثم مجدي هوش. بص مين اللي بيضغط على اسامه كمان بدايه استوليه كمان مش موجود يبقى هنا مزبوط. طبعا هي عارف برضو طبعا و3 0 انت مش محتاج كده، لكن بص مزبوط. ده عمرو استوليه كنا لسه بنقول عليه الاسبوع اللي فات مظبوط مجهد مظبوط. فعمرو السوليه بيضغط ومجدي قفش توقع ثم تمريره للسوليه، والسوليه عملها برؤيه كويسه قوي لعبد القادر، لعبد القادر حطها عكس جنش، فهو مزبوط. جون من الاجوان الحلوه جدا. والضغط ده من بدايه اللقاء كان كده، انت لو في اول دقيقتين ثلاثه مجدي قفش ضغط جوه ال 18 وخطف كوره وعملها مش يعني مشت على شمال على شمال جنش. فالنهارده اخطاء كتيره جدا 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 من لاعبي فيوتشر في التلت الاخير، اتقطعت منهم كور كتير جدا والنادي الاهلي عارف يستغلها. فالنهارده انا شايف انه احيانا الضغط على اللاعبين، ودي ميزه النادي الاهلي عن فرق اخرى او الفرق الجماهيريه والفرق اللي تملي المكسب هو هدفها. الضغط اللي بيحصل من الجمهور، الضغط اللي بيحصل من الاستوديوهات التحليليه، الضغط اللي بيحصل من الاداره سواء بوقف مستحقات بعتاب بجلسات كذا، بيحفز اللعيبه احيانا. مش هينفع انت طول الوقت هتقعد بالسبع والعشر والعشر ماتشات، يعني مش عايز اقول ايه يعني شغل اللي هو ايه الطبطبه بس، لا ما ينفعش. انت دي ميزه النادي الاهلي والفرق الكبيره اللي هي عايزه تكسب. في فرق اخرى امكانياتها الماديه والبشريه ما تقلش عن النادي الاهلي، ولكن ما عندهمش اي ضغط من اي نوع. لا جمهور بيضغط عليهم، لا اعلام بيضغط عليهم، فبيريحوا قوي وبتبقى النتائج عندهم بالنسبه لهم مش مشكله. اتغلب النهارده اتعادل بكره، اتغلب بعده اتعادل تاني. النادي الاهلي ما عندوش دي. فانا شايف ان الفتره الاخيره او الكام يوم الاخيرين اللي قبل بعد ماتش الجونه الضغط اللي حصل خلى اللعيبه تستنفر، يعني كل واحد النهارده نازل حتى اللي ما اداش بشكل كويس قوي النهارده، في ناس ما في ناس كانت ممتازه وفي ناس ما ادتش بشكل كويس، ولكن كان في روح عاليه من الجميع، يعني حتى اللي ما كانش فنيا ظاهر في المباراه بس كان بيحاول بيضغط بيجري هي دي الروح اللي بنقول عليها تملي روح النادي الاهلي او روح الفانيلا الحمراء. كويس. اثرت جدا في الاداء، يعني طيب. مش بقول ان هي مش هي السبب مش سبب مش هي السبب الرئيسي أي. لا مش السبب وحده أي. ولكن كنا مفتقدينها في الماتشات الاخيره. يعني ماتش الجونه كنت تحس ان انت بتلعب برتم ضعيف قوي حتى في الوقت بيمر ما فيش الضغط اللي فيه شراسه. النهارده عكس، النهارده من اول ثانيه في اللقاء تحس ان في تصميم على المكسب. ايوه
بخلق فرص بضغط اكتر من لاعب على حامل الكره او الناس الثانيه، كتله قريبه حتى عبد المنعم وايمن اشرف ومعلول ومحمد هاني قريبين من نص الملعب، عملت لك زياده عدديه جوه ال 18. كل الاجوان اللي جت بتلاقي عدد كبير جوه ال 18، في زياده عدديه، بتلاقي 3 4 لعيبه 5 لعيبه داخل ال 18. فكل دي النهارده حاجات فرقت كتير قوي، استغلال الفرص زي ما قلنا، ضيعنا فرص كتير قوي في الماتشات اللي فاتت. النهارده كان في تصميم واصرار وربنا سهل لك، يعني انت في ماتشات اللي فاتت خلقت فيها فرص يمكن اكتر، بس ما كانش فيه الاصرار ده والعزيمه دي انك انت تجيبها او ان انت. فالنهارده كتير حاجات كويسه، ارجو ان هي تبقى مستمره، ما تبقاش حاله ورديت عن نفسي وريح تاني. لا، انت كل المواقف اللي جايه، كل الماتشات اللي جايه ماتشات بطوله، البونت هيفرق، النقطه هتفرق، وطبعا غير ماتش نهائي الكاس مع الزمالك، يعني غير بطوله الدوري. فنتمنى ان الروح دي تستمر، الاصرار ده يستمر، الـ 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 الحاجات التانيه بتيجي بقى، انك تلعب كتله واحده، انك تبقى ضغط على حامل الكوره، انك في زياده عدديه داخل ال 18، المواقف اللي ورا، في شوف علي معلول بيموت نفسه عشان يطلع الكوره من الجون، كل الحاجات دي بتفرق كتير جدا. ومبروك للجهاز الفني، للعيبه، لكل الناس، مبروك للجماهير، اعتقد استمتعوا باداء واربع اهداف جميله. صحيح. ومباراه جيده، الاهلي كانت غايبه عنه من فتره طويله. مظبوط. فمبروك النهارده طبعا. صحيح.